الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. أولا شكرا لحضرتك الكريم، شكرا لجميع الكريمة. بالنسبة للرجل السياسي، أولا أنا كنشوف أن المشهد السياسي في المغرب فيه واحد مجموعة من الاختلالات، والمشهد السياسي اللي فاز هو هذه الأحزاب عن طريق كذلك تمنعوا الشبيبات هي اللي تقدر تناضل من داخل المؤسسات الحزبية وتقود نظارات قوية من أجل إصلاح هذا الشيء، وكذلك كحلول أخرى هناك أطروحات كان بعض المحللين جدا والأكاديميين يقولوا أنه تطبيق نظام الحزبية في المغرب مثل المجلس السياسي في أمريكا والمنطقة الكريمة ويكون للحزب الإسلامي مثل اليساري، وكيقول هناك صراع سياسي كل صراع تاع صراع النفوذ وصراع المصالح. شكرا. شكرا أستاذ محمود. أخر الاحتلال، ما الأفضل اللي راح يحصل في